أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الدرس الثاني من منهج أحياء ثلاثة، وموضوع درس اليوم هو النباتات الوعائية اللابذرية. تقسم النباتات الوعائية إلى قسمين: نباتات وعائية لابذرية، أي لا تحتوي على بذور، ونباتات وعائية بذرية، أي تكون البذور. فما خواص النباتات الوعائية اللابذرية؟ هي نباتات كبيرة الحجم ومتنوعة في الشكل، تحتوي على أوعية ناقلة، لذا سميت بالنباتات الوعائية. والأوعية الناقلة هي أوعية الخشب واللحاء. الطور البوغي فيها يدعى حامل الأبواغ أو حامل الجراثيم. وحامل الأبواغ هو عبارة عن تجمع متراص من التراكيب الحامل الأبواغ. ينتج حامل الأبواغ أبواغا صغيرة كثيرة تنتشر بواسطة الهواء والرياح. وعند استقرار تلك الأبواغ في بيئة مناسبة تنمو لتكون النبات المشيجي. ما هي أنواع النباتات الوعائية اللابذرية؟ ألف النباتات الصولجانية، باء النباتات المجنحة أو الصرخسيات. أولا النباتات الصولجانية، تتميز تلك النباتات بأنها مختلفة الأطوال، يصل طول بعضها إلى 30 مترا، لذا قد دلت الأحافير على أن تلك النباتات قد تحولت في الماضي إلى الفحم الحجري الذي يستخدم كوقود. الطور البوغي في تلك النباتات هو الطور السائد على عكس الحزازيات الحقيقية، لها جذور وسيقان، كما أن لها تراكيب حرشفية تشبه الأوراق. سيقانها إما متفرعة أو غير متفرعة، وهي تنمو عموديا وقد تكون زاحفة على سطح التربة. ومن أمثلتها نبات مخلب الذئب. تتميز أيضا تلك النباتات بأن تراكيبها التكاثرية المنتجة للأبواغ شكلها صولجاني تشبه سنابل القمح، لذا سميت بالنباتات الصولجانية. وأيضا تسمى في بعض الأحيان بالنباتات الصنوبرية لأنها تشبه أشجار صنوبر صغيرة. تخرج الجذور في تلك النباتات من قاعدة الساق، ومعظمها نباتات هوائية. والنبات الهوائي هو نبات يعيش متعلقا بنبات آخر أو جسم آخر. ينتمي معظم النباتات الصولجانية إلى جنسين، هما جنس يسمى ليكوبوديام، وهذا الجنس يتميز بأن الأبواغ الكبيرة والصغيرة تحمل على حوامل منفصلة. والجنس الآخر هو جنس سيلانيجيلا، يحتوي على حامل الأبواغ أو يحتوي حامل الأبواغ على نوعين من الأبواغ الكبيرة والصغيرة. القسم الثاني هو النباتات المجنحة أو الصرخسيات، تتميز بالآتي: حجم الطور المشيجي فيها صغيرا جدا، وهو أصغر من رأس الدبوس. له تراكيب تكاثرية ذكرية وأنثوية، وبعد عملية الإخصاب ينمو الطور البوغي من الطور المشيجي. ويمكن أن ينتج الطور البوغي من الطور المشيجي دون إخصاب، وهذا بعض التحورات التي تفيد نباتات هذا القسم. يكون الطور البوغي جذورا وسيقانا سميكة تحت سطح الأرض تدعى بالريزوم. والريزوم هو عبارة عن ساق سميكة تحت سطح الأرض تخزن الغذاء. للخنشار القدرة على العيش في الأماكن الجافة. توجد تراكيب ورقية تقوم بعملية البناء الضوئي وتسمى الأوراق بالسعفة.
تحتوي الأوراق على أوعية متفرعة أي خشب ولوحاء. تشكل هذه الأوراق جزءا من الطور البوغي للخنشار، وبها أنسجة وعائية متفرعة وهي شديدة التباين في الحجم. تتكون الأبواغ داخل تركيب تسمى محفظة الأبواغ. تكون تكتلات الأبواغ محافظ الأبواغ كيس بوغي أو يسمى بثرة، تقع على السطح السفلي للأوراق عادة. ومن نباتات هذا القسم نبات ذيل الحصان. التركيب النموذجي لذيل الحصان هو ساق جوفاء مضلعة عليها دوائر من أوراق حرشفية. ينتج ذيل الحصان الأبواغ في مخاريط عند قمة الساق التكاثرية، وعندما تنطلق الأبواغ في البيئة المناسبة فإنها تنمو إلى نبات مشيجي. من الأسماء الشائعة لهذا النبات نبات التنظيف، لأنها كانت تستعمل تلك النباتات غالبا في تنظيف القدور وأواني الطهي قديما. ويحتوي ذيل الحصان على مادة كرشطة تسمى السيليكا. وقد وضعت النباتات المجنحة مثل ذيل الحصان ذات مرة في قسم خاص بها، لكن الدراسات الكيميائية الحيوية الحديثة بينت أنها ذات علاقة قوية بالصرخثيات، لذا وجب أن تندرج تحت هذا القسم. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.